مرحبا برج الدلو. أول شيء أنت عندك كارت الرجل المعلق. في الكثير يتشائمون من هاي الكارت أن معناته أن الأمور معلقة، ولكن The Hanged Man بالنسبة لي في هاي الوضع يا برج الدلو، أنت كأنما تمر بمرحلة استيقاظ العملاق داخلك. يعني أنت مقبل على شيء جدا كبير في الحياة تحت كارت تحقيق الأمنيات، وهو شبيه بكارت النجمة، كارتك الخاص يا برج الدلو، كارت تحقيق الأمنية الكبيرة في حياتك. أكبر أمنية عندك هي مقبل إن شاء الله على تحقيق، احتمال أن تكون في علاقة، احتمال تكون في مجال ثاني، ولكن هي قاعدة تتحقق. فأنت الحين قاعد تأخذ وقتك مثل اللي تريح، تنام، تسترخي، تعيد تقييم الأمور، منعزل شوية عشان لما ترجع تكون مستعد أنك تكتشف، مستعد أنك تحقق أمنيتك، سواء مع هذا الشخص أو مع أي شخص ثاني. أنا قاعدة أتواصل مع واحد أو أشخاص برج الدلو اللي عندهم ثقة عمياء أن أمنيتهم راح تتحقق، وما راح يخلون أي شخص، أي شريك، أي أحد يقف في طريقهم، لأن عينهم على الجائزة الكبيرة. فمش مهم بالنسبة لهم هذا الشريك تحققت معه أو لا، راح ينتقلون للشخص الثاني. هذا الشخص لما يرجع، يرجع أقوى، لما يرجع يكون راجع عشان ينجز شيء معين، ما يلاعب، ما يضيع وقته، يقول للناس 1 2 3 تتفقون معي أو أرحل، تتفقون معاي أو أشوف لي ناس ثانية تتفق معاي. استيقاظ العملاق يا برج الدلو، العملاق اللي فيك، طاقتك هي طاقة الساحر أيضا، الماجيشن كارت برج الدلو. أنت حاليا تعبت احتمال من سلسلة من العلاقات الفاشلة أو العلاقات اللي ما أدت بك إلى تحقيق أمنيتك، فحاليا قاعد تأخذ كل طاقتك وراح تستثمرها في شخص أو في موقف، في شيء راح يوصلك إلى تحقيق أمنيتك. جدا الكارت جميل في هاي القراءة بالنسبة لك. شفت التمساح؟ قاعد أتذكر التمساح أغلب الوقت يكون تحت الماء ويكون هادئ، يكون يوفر الطاقة، ولكن عندما ينقض، ينقض على شيء كبير، يحصل على جائزة كبيرة. أنت قاعد بذكائك، أنك جدا ذكي، توفر الوقت، توفر الطاقة، مو قاعد تاخذ اي افعال حاليا، عشان لما يوم من الايام تستيقظ وتحط جهدك في شيء يستاهل، في شيء يسوى، في شيء راح يوصلك الى تحقيق الامنية عندك. كارت 9 الاكواب، عندك الكثير من الاماني، صحيح الكثير من الاحلام، نعم، ولكن في امنية واحدة كبيرة تحققها بالنسبة لك راح يحقق لك جميع الامور معاها، يحقق لك الزواج، الاستقرار، الحب، الأبناء، البزنس، الأموال، الاحترام في المجتمع ومحيطك، رح يحقق لك كل شيء، ولكن البداية هي الأمنية الواحدة الكبيرة. قلت لك أشوف عندك شيء واحد معين في بالك أنت اللي تعرفه فقط، إذا تحقق أنت نفسك ستكون، ستستيقظ من سباتك، وتكون أن برج الدلو مر بالكثير من الأمور في الفترات والسنوات السابقة، فأنت رح تكون مستيقظ عشان تنجز، ما عندك وقت تضيع anymore. هذه هي الطاقة المتاحة لك، وأتمنى أنك تستفيد منها، لأن إحنا دخلنا في عصر برج الدلو. كل عصر كان الحوت تقريبا، أكثر الفلكيين يتفقون أن من 2000، يختلفون على السنة، ولكن من 2000 يتفقون ان احنا ابتدينا ندخل في عصر الدلو، عصر الانسجام، عصر تحقيق الاماني، عصر هناك الوفرة للجميع. عصر الحوت وصلنا الى الكثير من الاختراعات اللي نحتاجها عشان نحقق ما نريد تحقيقه في عصر الجدي، وكل عصر يستمر تقريبا 2150 سنة. هذا جدا مهم، يعني بدل ما الأبراج تمشي إلى الأمام، الحمل الثور، إحنا طلعنا من الحوت، يرجع النجم، يرجع ويبقى في الدلو لمدة 2150 عام. نتوقع الكثير إن شاء الله من الوفرة،
والانسجام. معرفة الذات في هاي الفترة جدا مهمة أيضا. رح تكون بتواصل مع نفسك، تواصل خاص، تواصل لم تصل إليه في السابق بغض النظر عن الشريك. رأى أن الشريك طاقته موجودة عندك، احتمال يكون برج ترابي أو برج ناري، في محيطك أحد قاعد إما يحاول يبعدك عن هذا الشخص أو يخبرك أن هذا الشخص ما يصلح لك، وأما الشريك نفسه بعدك عنه، كان دائما يخلي حدود. يعني هاي كرتك أنت، ولكن أنت كأنك تضرب الباب بقوة على الشريك، تقول له افتح لي وهو لا يفتح، عنده 6 أغصان موجهة تجاهك، مش قاعد يخليك ما قاعد يقولك شنو يجري في حياته، مخلي مسافة كبيرة بينك وبينه. في الكثير من الأمور تريد أن تعرفها عن الحبيب، ولكن هو لا يعطيك المجال. لماذا؟ رح نكتشف في باقي القراءة. ولكن أنت تمللت، البرج الملول، تمللت من شخص لا يسمح لك بالدخول، سحبت نفسك، أرى أنك سحبت نفسك وتوجهت في اتجاه ثاني، اتجاه تحقيق الأمنية. ما هو الشريك؟ أو ما هي طاقة الشريك؟ عنده Prince of Pentacles، فارس الخماسيات، فارس الأرض، أبطأ فارس في التارو، أكثر فارس نوصل مرحلة المشي ونحن ننتظره، ولديه أيضا الخماس الصغير، أصغر الخماسيات، وتحتهم تقع ملكة السيوف، الطاقة الهوائية. هاي أنت موجود، أنت موجود عند الشريك والشريك موجود عندك، أنت فهمت وهو فهم بدون أن حتى تتحدثوا في الموضوع. هو فهم أن أنت تريد أن تدخل حياته، تكتشف، تغير، ما الذي يحدث في حياتك يا فلان؟ شنو قاعد تخش عني؟ ليش في حدود بيني وبينك؟ ليش تصرفاتك غير متناسقة؟ أوقات تكون بارد محب، أوقات تختفي. عندك اكتشافات تريد أن تحققها عند الحبيب. هذا الشريك كان يحاول يتلون لك أو يعرف أسلوبك، كان يحاول يعرف الأسلوب الصحيح اللي يتعامل فيه معاك، ولكن فشل لأن لديه ملكة السيوف، كأنما أنت تغلبت عليه، أنت اكتشفت بدون هو أن يكتشف ما هو الأسلوب اللي يصلح معك. أنت يا برج الدلو، أول شيء حاول بأن يعرض عليك طاقة فارس الخماسيات، فارس الأرض، وبعدين الخماسي الصغير، كأنما كان قاعد يحاول يقول لك هذا الأسلوب راح أتبعه معاك، أوكي لم ينفع، راح للتجربة الجديدة، حاول يتبع معاك أسلوب ثاني أيضا لم يفلح. أتوقع أن أسلوبه دائما كان حول الماديات، يعني من النوع اللي كريم، يعطي ماديا ولكن تتوقف عنده العطاءات، خلاص يعطي ماديا ومن ثم يختفي، أو يعطي ماديا أو لفترة معينة فقط، يعطيك حب ومشاعر وبعدين يختفي. فأنت كأنما بغض النظر هو اختفى أو لا، أنت طاقتك موجودة عند ملكة السيوف، أنت اكتشفت ما تحتاج أن تكتشفه، أخذت طاقتك المعتادة. وأتوقع أن أنت من القراءة أن أنت اللي قررت أن تخرج من حياتك، إنسان غير inconsistent، ما عنده ثبات في العطاء، يوم حار يوم بارد، يوم صديقك يوم يختفي، عنده هاي الطاقة الغير مستقرة، أو دائما يرجع إلى الوراء. يعني تخطو معاه أنت خطوة إلى الأمام، تحس أن ثبتت العلاقة، وصلت مكان منيح، مكان أنت سعيد فيه. اليوم الثاني بعد ساعة يرجع لك 10 خطوات إلى الوراء، قل عند الأداء من الفارس إلى الخماس الصغير. أنت ما عجبك الموضوع قطعت العلاقة، أو اكتشفت شيء لم يعجبك بخصوصه قطعت العلاقة، طاقتك هي الموجودة، وكأنما هو يحاول أن يتلبس طاقتك في نفس الوقت، ليعرف، ليحلل، ليقيمك، يكتشفك يا برج الدلو ما الأسلوب اللي يصلح معك. عندنا طاقة الطرف الثالث، طاقة الثلاثة والثلاثة، ثلاثة الأغصان، طاقة نارية.
احتمال انك تتعامل مع برج ترابي لدينا الكثير من الطاقة الارضية هنا يا برج الدلو. جدي ثور عذراء، دائما الابراج الارضية تنجذب الى الابراج الهوائية، والابراج المائية مع النارية دائما، يعني اغلب، ما بقول لك الكل، الاغلب الابراج الترابية دائما تنجذب للابراج الهوائية بسبب طبيعتهم الهوائية، انهم دائما مختلفين في الهواء اسرع. اتوقع ان الطرف الثالث هو عبارة عن شخص انت استخدمته يا برج الدلو، او دخل في حياتكم، اوكي، دخل في حياتك انت اكثر، كأنما هذا الشخص بغض النظر هو من، كأنما انت كان بالنسبة لك مثل الكرة الكريستالية، الكرة اللي كريستال تشوف داخلها المستقبل. هذا الشخص وصل لك معلومات، او فهمت من كلامه معلومات روحية، معلومات مثل قراءة التارو وهذه الامور، هذه طبيعة هذا الشخص. احتمال انك استعنت ايضا بقراءة التارو او فناجيل او تفسير الاحلام، فهمت من خلالها ما يخفي هذا الشخص هو سبب انعدام ثباته في العطاء، انعدام وجوده في العلاقة. فهمت انت الدلو، لا تحتاج الكثير لكي تفهم، سريع تلقطها سريعا. احتمال انك مريت باحلام وفسرتها واكتشفت هذا الشيء. الثلاثة والثلاثة، اكتشفت ان هذا الشخص عنده ادمان معين، يحب اما يشرب، يحب اما يسهر، يحب اما عنده ادمان سلبي على الجنس، على المساج، على امور غير جيدة على الاطلاق، ولكن مشى فيها لفترة طويلة مثل ما تمشي في الارض، الارض ثابتة، صار ثابت في ادماناته. ثلاثة الاغصان، ردك انت على ادماناته وعدم استقراره في العلاقة، اشوف انه عطيته ظهرك، وكأنما خليته يتمتع بالعلاقات الاخرى اللي عنده، الاشخاص الثانيين، كأنه قلت له عليك بالعافية. او اذا لحد الان لم تفعل هذا الشيء، هذا الشيء القراءة تقول لك عن المستقبل. عندنا ملكة الارض، ملكة الارض شنو تسوي هنا؟ هذا بالنسبة لي في هاي القراءة بالذات كأنه صاير مو طرف ثالث، كأنه صاير مجرد فهم هذه المرحلة، او هذا الشخص دخل حياتك انه يفهمك شنو قاعد يصير مع الشريك. ما دخل من اجل ان يكسبك او يخرب عليك ولا اي شيء. هذا الشخص بغض النظر عن الطرف الثالث، الطرف الثالث ليسوا هم سبب فشل علاقتك مع هذا الشخص، وإنما هو طبيعته هكذا. الأشخاص المحيطين فيه ما عندهم أي ذنب. عندنا أيضا ملكة الأرض، ملكة الخماسيات، شنو تسوي هني؟ ملكة الخماسيات قاعدة تخبي، اللي هو الشريك قاعد يخبي العلاقات الثانية اللي عنده، الإدمانات اللي عنده، اسلوبه في الحياة، في السهر، في الشرب، في الامور اللي قلت لك مو زينة، قاعد يخبيها. يخبيها لان انت موجود عنده تحاول تكتشف. وايضا الطير، جذبني الطير، احتمال انك ارسلت اشياء معينة عشان تكتشف طاقة هذا الشريك ولماذا يتصرف بهذا الشيء. وفعلا وصل الطير. الطير ممكن يكون شخص، ممكن يكون قلت لك قراءة تارو، تفسير حلم، قراءة فنجان، تاخذ اخباره من شخص معين. ولكن الرسالة وصلت لك يا برج الدلو، من أجل ذلك أنت تغيرت هني، عندك تغيير 180 درجة في عجلة في دربك، كنت متوجه هنا ابتعد. عندك كرت الساحر، هذه هي أيضا كرت برج الدلو. ناس يقولون أن أعتقد الجوزاء، ولكن بالراحة كرت الساحر هو كرت برج الدلو. كرت الساحر يمتلك لديه كل الأدوات، يستطيع أن يخلق ما يريد، وبعض الأحيان إذا كان معكوس يقرأ أنه هو متلاعب. أنت باستخدام طاقتك العادية، دائما برج الدلو عنده طاقة سايكيك، طاقة روحية، يقدر يكتشف
مثل العين الثالثة يقدر يكتشف بها خفايا الأمور ما تحت السطور. هذا احتمال أنه يكون برج ترابي جدا شاطر في إخفاء خطواته تحركاته، ولكن في النهاية أنت الساحر وأنت الهواء، أنت اكتشفت أسرع من باقي الأشخاص. احتمال هنا في شخص أيضا شريك سابق لشريكك السابق أخذ وقت طويل وخسر الكثير عشان يفهم طبيعة شريكك، وخسر 3. الأعداد الفردية دائما تعني الخسارة، الوحدة، أن في شيء ناقص. وصل إلى 3، ولكن أنت يا برج الدلو لم تأخذ نفس الوقت أو تضطر تتحمل نفس الخسارة من أجل أن تكتشف هذا الشخص. عندك الساحر ورائه 3 الأغصان، 3 الأغصان جدا ممتازة. أنت ردك كان أن تعطي ظهرك لهذا الشخص، أو هذه هي نصيحة لك، أن تعطي ظهرك للشخص اللي غير ثابت في العلاقة، لأن احتمال أن يأتيك شخص من طرفه أو تتعلم كأنما ستفهم علاقته مع شريكه السابق أنه هو لا يتغير، هذه هي طبيعته، وليست مهمتك أن تغير الأشخاص أنت أيضا. فكأنما أنت قاعد تقول هني بدل ما أخذ طاقتي وحاول أغير فيها هذا البرج هذا الشخص، أستطيع أن أخذ طاقتي أجمعها وأوجهها في اتجاه واحد مفيد يحقق لي أمنيتي، يجلب لي شخص أفضل. هذا تصرف جدا ذكي. راح أسحب لك كرت تبع المفاجأة. هل سيرجع هذا الشخص؟ هل ستبدر منه خطوة زيادة باتجاهك؟ راح نشوف يا برج الدلو. The Rainbow Prince، أمير الرينبو اللي هو قوس قزح، أمير قوس القزح. شنو تعليلي هاي؟ راح أشوف الكرت معناه، لأن الكرت أول مرة يمر علي ومعناه شوية غريب في قراءتك. بالضبط، رينبو برنس معناته في هاي القراءة أو في كل القراءات بشكل عام هو مثل الساحر. الساحر يتحكم بجميع العناصر، الماء، التراب، السيوف اللي هي الهواء، والأغصان اللي هي النار. نفس الشيء، عشان يطلع الرينبو في السماء لازم يكون في تحكم في الجو في عناصره، ويكون في تناغم بين الأرض، السماء، الماء، الهواء والنار، كل العناصر حتى درجة الحرارة تؤثر في قوس القزح. الرسالة هذه قاعدة تقول لي ان انت يا برج الدلو بيدك الان، انت ايضا الساحر، انت بيدك، اما تخلي نفسك عالق في هذا الشخص مع هاي الشريك وتكون معلق بسبب هذا الشخص، أو تعلق نفسك من أجل استجماع قوتك عشان لما تطلقها في الوقت المناسب باستخدام العناصر المناسبة تطلقها باتجاه تحقيق أمنيتك. أنت عندك اختيار، هل تظل معلق في علاقة ما تليق فيك، علاقة جدا غير ناضجة وما أرى أن لها مستقبل، يعني الشريك قاعد يحاول يخبي أكثر ما قاعد يحاول يستثمر فيك، أو أنك تأخذ هذا الوقت للتفكير وتطلق نفسك، تطلق جميع قوتك الخارقة، كرت الساحر، القوة السحرية، باتجاه فعلا ما تريد تحقيقه في الحياة. هذه هي النصيحة أو التحذير لك يا برج الدلو. أتمنى لك التوفيق.